تحيي العديد من مناطق مملكة البحرين موروث المسحر الشعبي والخاص بشهر رمضان المبارك، ويأتي هذا الموروث ليس من أجل إيقاظ النائمين للسحور بالدرجة الأولى في ظل ما نعيشه من تغييرات عصرية، وإنما لتبين صورة التكافل الاجتماعي للأجيال الجديدة وترسيخها في نفوسهم. في هذه المنطقة يسخر شباب جهدهم في كل يوم من هذا الشهر الفضيل في إحياء عادة المسحر التي عرفت كتراث شعبي بحريني يدعو للتكافل المجتمعي في القدم، حتى أصبح اليوم أنموذجا يروي جمال الصورة في ذلك الماضي. بدأنا المسحر من سنين طويلة لليوم، يعني كنا صغار لليوم محافظين على هذه العادات والتقاليد يعني في قلالي، ونطلع طبعا المسحر من الساعة 12 للساعة 2، وطبعا كلهم عيال الفريج يتجمعون في الفريج ونطلع المسحر. يعني الحمد لله توراتنا من عند ابهاتنا، ونتمنى يعني ذي الشيء انه ما ينقطع من اللي عقبنا بيكونون. انا بديت من صغارتي لين ما كبرنا ما شاء الله مستمرين عليه، على الفعاليه الابداع القرقاعون المسحر، وان شاء الله ما تروح العواد ان شاء الله. اهازيج شعبيه تنوعت ما بين الذكر والنداء، المحاكي في جلباب من الموده والمحبه تناقلتها الالسن وظلت ببساطتها حاضرة إلى هذا اليوم. بالنسبة حق الشيلات اللي يقولونها في المسحر شيء حلو، ذكرنا في الماضي في أجدادنا، وهاي على أهل محرق وعلى البحرين جميعا، البحرين كاملة هاي العودة. فين تبي في محرق، تبي في الرفاع، تبي في المدينة، كلهم عندهم هالعودة الحلوة. المسحر حكاية لا يكتمل شهر رمضان دونها، يتوافد الصغار حوله ليعرفوا ماضي آبائهم ويقتبسوا شيئا من وميضهم. من حال البحرين يجون هنا ما شاء الله قلالي، وإذا يوم واحد مثلا ما يطلعون ولا شيء يصير الاتصالات ويصير كل شيء، ليش ما طلعتوا يعني؟ يعني هذه كفاية إن وجود الصغار معانا ويشوفون هالعادات وهالتقاليد ويشوفون هالمساحر، يعني فهم بعد يتورثونها. أنا أستانس إذا أشوفهم أطلع معاهم، وبهاتنا قبل كانوا يسوون هذا الشيء. أنا جاي هنا عشان أشوف شنو كانوا يسوون قبل، لأن قبل أنا ما كنت موجود، وأنا جاي هنا عشان أستانس. تصدح الأصوات وتردد الكلمات في مشهد متلألئ يضفي سحرا خاصا على هذه الأحياء. بالرغم من التكنولوجيا والتطور في عصرنا اليوم، إلا أن هذه العادات الشعبية التي تتوارثها الأجيال تبقى ذات طعم جميل، لا سيما في الشهر الفضيل. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.